لما سمع الأمير بقصة البنت الفقيرة شو؟ ماما راكب لنسك تستنى بابا حتى يجي هو ونانسي. انتو فين هذا البيت؟ موني لا تركو. حبيبي حبيبي وحشتني. بابا وين نانسي؟ وين نانسي؟ يو أنا تعبت خلاص. نانسي بنتي انت متأكد ان دي اوضتي؟ اه طبعا متأكد ان دي اوضتك. ها ما قلتليش عجبتك الاوضه حبيبتي؟ يعني مش بطاله. مش بطاله يا حبيبي باينه من اولها. ممكن بقى يا سي بابا سيبني اغير هدومي وارتاح شويه لحد ما انتوا تحضروا العشاء. يلا بابا يا بنت ده انا ابوك يا بنت. معلش يا بابا العشاء يا حبيبتي. ما احنا هنحضر العشاء. شقية حبتين بس لذيذة هتحبيها إن شاء الله. وإذا ما صدقوا؟ طيب رح أترك القصة تعالجية أنت معرفتك. أنا هلا بحكي مع علا وبقول لها إنه ما تخبر حدا باللي صار. هون حفرنا وهون طمرنا. طيب حبيبتي لا ما رح أتأخر. الله معي. صحيح انا رضيت انه بنتك تيجي تسكن معنا هون بالبيت، بس هذا مو معناته اني انا غفرت لك وسامحتك اللي عملته معي. يا رنا انا انت بتنام برا، واذا بتحب تقدر تنام هون بالاوضه وانا بطلع من برا. انت شايف ان ده حل يعني؟ نقطة من اخر السطر. انت قبلت بشروطي. ما عاد فيك تضغط علي اكثر من هيك، اوكي؟ ماشي. مش هضغط عليك يا رنا اكثر من كده. بس انا بقى ليه عندك طلب صغير. اتفضل. نانسي. يا ريت يعني قدامها ما يبانش ان احنا متخانقين ومتخاصمين. البنت لسه صغيرة وحساسة وأكيد لسه متأثرة إنها بعدت عن جدتها وأصحابها ومدرستها وأختها، فمش معقول هنبقى إحنا عليها والقدر كمان. يا حرام قطعت لي قلبي. وأنا شو؟ قررت تنام ولا تتركني لحالي نام؟ هطلع انا هنام في المطبخ جوه التلاجة نفسها. كاسرك مالي خايفة منك تفضل. تقبر قلبي. هلا نانسي اختي؟ ايه ماما اختك. طيب شلون اختي وانا ولا ما شفتها؟ هي لانه ماما كانت عايشة بعيد عنا. يعني بنتك؟ هي بنت بابا مدحت. يعني بنتك؟ بدي راسي يرجعني منك. ها بلا رفيقة ولا معا. بونجور صباح الخير يا جماعة. هاي فائدة ست الحسن ماما. نانسي تيجي تلعبي معي. مش لما نفطر الأول ولا انتوا هنا ما بتفطروش الصبح؟
تتصلي بامك تيجي تقعد عند البنات. امي من الصبح راحت عند خالتي ومو معقول اقطع لزيارتها والا تعي عندي مع بناتي لانه ابوهم مو مضطر يتحمل مسؤوليتهم هالكم ساعه. خلاص انا بتصل بامي بتيجي تقعد عندهم. لا لا بلاها روحتي احسن. لهالدرجه جيت امي زعجتك حتى كشيتي هالكشه؟ اي ولك على مهلك على راس البنت شلتي لها جلده راسها. قومي امي قومي كرجي لبرا. سامو قول ايه الله يخليك. ليلياني والله هلكتيني. يعني لا بدك امك تجي ولا خليتيني اجيب امي ولا خليتيني اعرف افطار ولك تركيني بدي اروح على شغلي بقى تاخرت. والله ما بيعذبوك بناتك كثير هادين والكل بيشهد لهم حسن السير والسلوك. حسن السير والسلوك؟ معقول لاحق عليه؟ لك شو قاعدين بخفر نحن شبكي ليليا؟ سامو الله يخليك قول ايه بقى؟ أي ساعة بتطلع من هون؟ الساعة 3. ماشي. أنا بحاول أفركع على 2:30 وجي. لك روح الله يخلي لي إياك يا ابن عمي يا رب. ابن عمي؟ منين جايب أنا فاضي؟ حسيت حالي هيك مسلسل باب الحارة. لك نحن بطلنا 21 شبكة. المرة بتضل مرة تاج راسي. أيوة. باي. باي. سليدة؟ واليوم تلتي لي بالعصر ما تقعدي ديري بالك على موني بدك تديري بالك على موني كثير منيح. كمان مادام ما رح تركها ولا لحظه بس كراستي اللي بيطلع بعض معها. اوكي ونانسي ما فيها تنزل من فوق لسه ما الكل بيعرف بجيتها ما بدي فضايح قدام العيله الله يوفقك. حاضر رح تديري بالك وما تكلم نزل ابدا. ايه الله يريح قلبك انا طالعه جهزت حالي بس ليش جماعه المطعم ما ديري ماشي؟ ماشي حاضر ساعدني؟ مين بلا هادو نانسي؟ لسه خطك مسكر؟ معناها ما رح تجي اليوم على الجمعة معنا. يا هربانة مني يا خجلانة من عيون خالتها. لأنه صعب الكتير وبعرف شو اللي صار معك وساعتها لكل حادثة حديث. ما ظابطه. طيب ما فيني يدخل الشريك بالمحل الجديد؟ اعوذ بالله انت دبساتك امراه. اخي بدخل الشريك بحصتك. حصتك ما بتكفي، المحل اللي عم نحكي عليه حقه مصاري والايام المصاري بتحكي. ايه بس هيك صعبت علي. دبر لك كم مليون سنوات حالك فيهم. كم مليون؟ كم مليون؟ ايش شوف؟ تشرب شاي؟ كثير حلوه مامي بس ما بعرف. صبا هي الدقه عم تقول لك عن حماتها في اطلال عم تحمل عن جد مامي شو بيطلع بايدينا لازم ساير العالم كله اهلا وسهلا ومرحبا باحلى خالتين بالعالم كلية. ما بتصدقوا قديش فرحانه طايره طايره من الفرحه بجيتكم لعندي اليوم. يا حياتي انت ما شاء الله عن جد بتاخذ العقل يعني قاعده احلى من بلودان. اي والله to you, say you love me too.
اخت شو سالي؟ طبعتوا الكروت ولا لسه؟ لا شو لك ليه؟ ظريف هذا الميدو يا أخي، بجنن وكل شيء فيه حلو، أهم شيء إنه شايفني وطاير عقله، وبقول له اللبن أسود بيقول لي أسود حبيبتي أمرك. نيالك. لا كثير تفرحي، هدول الرجال كلهم هيك، بيتمسكنوا ليتمكنوا، بكره بس يتزوجك رح يخلي أيامك كلها سودة مثل اللبن اللي فرحانة فيه. شو هالحكي عليها؟ ليك يطلع فيني لا تردي عليها. لا تشوفيها هاي البوس تبعي بالمكتب، حبيبتي هاي وحدة معقدة وبتقول عن كل الرجال بالعالم انهم عديمين شفقة ورحمة. اي معها، انا معقدة وظالمة والرجال كلهم طيبين وحنائين. بتعرفوا بنان، اذا بدنا نعرف الرجال ونفسيته واخلاقه لازم نعرف شو برجه. كيف يعني؟ وضحي لنا ست فلكية. رح جاوبك حسب معلوماتي الواسعة بهذا العلم. إذا كان برج الحوت بيكون رومانسي، ذكي، كريم، لئيم وبيعاني بطعمه وبلا طعمه. أما إذا كان برج الجدي، آخ الله يعينك على راسه اليابس، بس فكره لماح لا يعلى عليه. أما إذا كان برج السرطان، يا سعدك ويا هناكي، بطعميك حب وبشربك حب وبيدبسك أغاني كلها حب. الله الله، عن جد مو طبيعي. صبايا بعرفكم على اختي نجلاء شهد اباني. يا ريت بقدر غير له برجه لنبيل وساوي له يا السرطان. لو تعرفي سلبياتها بتتراجعي. رجال برج السرطان دبيق امه، ما بيعمل شيء ولا بيتصرف ولا بيتحرك الا اذا امه امرته. شو شهوده؟ كنا دكاتره صرنا علماء فلك ومنجمين كمان. اهلا فكر اليوم. يا ترى يا علا عملت اللي قلت لك عليه، ولا جيت اختك ميرا من لبنان عرقت كل الطبخه؟ يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. ولما جه الامير القصر فتح الباب شاف، اعوذ بالله اعوذ بالله، شو شاف؟ شاف وحش اسود، عيونه كبيره ودنته طويله وسنانه كبيره لحد هنا زي انياب الديب. ولما شاف الوحش الامير هجم عليه وقعد يعضعض فيه ويبلع يبلع لغايه ما بلعه كله. بس الامير ما بيموت. ومين قال لك الامير ما بيموت؟ ماما قالت الامير ما بيموت لانه بطل. يا حدق، هو في حد في العالم ده كله ما بيموت؟ ناسي انا خايف. يا حرام، خلاص خلاص ما تخافش احكي لك حكايه تانية. طيب ايه رايك نلعب لعبه الجني؟ شو هي لعبه الجني؟ لعبة جميلة جدا، بس محتاجة شوية دخان عشان تبقى لعبة على أصولها. من وين نجيب دخان؟ استناني شوية، أنا عندي الحل. هيك صار لما عرف وسيم قصة الرسالة، ضحك للشبع وحكى قصتها لخالتكم ملك. احكي له انت قبريني. ايه خالتي احكي لنا. ايه بالله احكي. هذا وسيم الله يرضى عليه بيحب المزح والضحك وبيحب يعمل مقالب وفصول بإخواته، فكتب رسالة وعمل منها نسختين، واحدة حطها بدرج أخوه عصام والتانية حطها بدرج أخوه أحمد، وقعد صار يراقبهم ليشوف شو ردة فعلهم، بس هن انكشفوه وعرفوا شو القصة. ظلت الرسالة بكتاب واحد من بيناتهم لحتى اكتشفه أنا بعد 8 سنين ويفور قلبي. يعني احنا طلعنا براءة. اسمحي لي خالتي اقول لك انه وسيم ما معه حق يعمل هيك ابدا، يعني حب يمزح ما بيمزح معناته اعراض البنات، كيف لو كانوا هدول البنات بنات خالته يعني مثل اخواته. والله الحق.
لكم وقبل ما اعرف شو القصه. ولا يهمك خالته، المهم انت هلا اطمنتي وارتاح بالك. الحمد لله، الله يريح بالك. امين يا رب. شو بكم؟ ليشك قاعدين مثل الختياريه؟ يلا قوموا قوموا خلونا نغيص شوي. يلا يا جماعه، بيسعدني وبيشرفني انه اقدم لكم احلى صوت بكل الوطن العربي، ميرا.